لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. ونتحول إلى الدار البيضاء معنا لالا رشيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم لالا رشيدة، يا مرحبا بك رشيدة. ربما عندها مشكل في التواصل معنا، قطعات للأسف. ما عندي رأي رشيدة، نتمنى إن شاء الله تواصلي معنا مرة ثانية. وكيقول لي السيد المخرج هناك مكالمات كثيرة، وإن شاء الله نبذلوا مجهود كبير للتواصل ونبنيه على التخفيف. وكنت منه إن شاء الله دائما الموضوع تكون فيه أسئلة وأجوبة نافعة. نعم، من الصويرة غنمشيو عند لالا زهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك دكتورنا الكريم؟ الحمد لله لالا، بارك الله فيك. أقلت عليا ولا لا؟ أيه لالا زهراء، الله يخليك، دائما منورة، دائما إن شاء الله تعالى مبهجة، حفظك الله ورعاك. آمين رب العالمين. عندي لك سؤال. نعم. وطلب دعاء. مرحبا. بغيتك دكتور تعطينا معلومات حول قيام الليل، ودابا أنا كنوض مثلا دابا رجع كيأذن مع 6:30، إمتى مع 5:30 واش هذا وقت مناسب؟ نعم. وواش نقدر نقرا من المصحف في الصلاة ديالي؟ وبغيت نعرف صلاة الشبع كذلك واش يمكن لي نصليها مع العشاء؟ نعم. والوتر نخليه حتى صلاة القيام. نعم ان شاء الله. وبغيت واحد الدعاء عافاك ليا والوالدين والصديقه ديالي راس الاستماع فاطمه، بزوج الصالح ان شاء الله. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم، الله يحفظكم. شكرا لك تهلاك راسك. العفو لله، بارك الله فيك الشريفه، الله يحفظك ويرعاك ويعطيك النور ديال سيدنا محمد يكون معك. الشريفه لالا زهره، هو أن قيام الليل من أفضل وأكرم العبادات التي شرعها الله تعالى. الأنبياء والمرسلين غير كيبعثهم الله تعالى أول ما يأمرهم بقيام الليل. لماذا؟ باش يديروا ما يسمى بالشحن، الشحن الإيماني، باش يتشحن، لأن غادي يواجه واحد العدد كبير ديال الشدائد، وغادي يلقى المواجهة، وغادي يلقى الخصامات، وغادي يلقى العناد. خصو الشحن. من أين يأتي بالشحن؟ البطارية يأتي بها بقيام الليل. فمثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث سورة تنزل عليه في القرآن الكريم هي سورة المزمل، وقال له الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان واجب عليه قيام الليل. وش؟ لأن في مشقة وفي تعب. لا، لأن الله تعالى بغى يعطيه الشحن الإيماني واليقيني باش يواجه المشاكل الكثيرة التي سوف تعترض سبيل الدعوة. ثم لما جاء الصحابة رضي الله عنهم معه، حتى هو ربي أمرهم بقيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. معظم ليلهم كان كتلقاهم دائما إما في القيام أو في تلاوة القرآن. قيام الليل واحد النعمة عظيمة، للأسف الكثير من الناس يغفلون عنها. قيام الليل لقام به العبد المؤمن أول حاجة يرتفع مقامه عند الله تعالى، سهمك عند الله يرتفع. قيام الليل غد يعطيك واحد الراحة نفسية وطمأنينة، عمرك ما غتشكي من الأمراض النفسية، تقول عندي الوسواس القهري، ولا عندي الخوف أو الهلع من الحياة، أو تقول أنا عندي انفصام في الشخصية، أو أي مرض نفسي ما كاينش، كاين الطمأنينة والسكينة. ثم قيام الليل الإنسان كيكسب بصحته، كيعطي الله صحة وعافية جيدة، كتكون مع ملائكة الرحمن، وكيعطي الله البركة في الوقت والمال. لكن للأسف حنا نغفل عن قيام الليل، كتلقى الإنسان ربما يسهر إلى وقت متأخر، وغدا عنده العمل، كيمرمج نفسه أنه يفيق في الوقت ديال العمل، لا اهتمام له بقيام الليل. وهذا للأسف الشديد من تلبيس إبليس، لأن الإنسان لا بغي يقوم لك يقول لي إبليس لا نعس، نعس أنا ما قتبك التعب والعمل عبادة،
ما يخليش يفوز بقيام الليل، ولكن اللي وفق الله تعالى وقام الليل راه عنده اجر وثواب كبير. يكفي ان الله جل جلاله ينزل في الثلث الاخير من الليل نزولا يليق بجلاله وكماله، فينادي: هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا؟ كيبقى رب العباد طيلة الثلث الأخير من الليل. وقد وينزل، كيف ينزل والله تعالى موجود في كل مكان؟ كما قال العلماء ديال العقيدة: كل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. والمقصود قالوا العلماء هو أنه يقترب من العباد، المعنى هو أنه يفيد القرب من العباد، ينزل إلى السماء الدنيا يقترب منك أنت أيها العبد المؤمن، فينادي: هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأعطيه؟ كيبقى يقول الله تعالى ولكن الناس ناعسين. هذا كيسموه العلماء وقت الغفلة. وقت الغفلة في الدعاء مستجاب، يعني الإنسان كيكون ديك الساعة الباب ديال الإجابة مفتوح، والعاقل والفالح هو من وفقه الله تعالى لقيام الليل. هذا القيام كاين أحسنه هو الثلث الأخير من الليل، كاين الثلث الأول وكاين نصف ديال الليل وكاين الثلث الأخير. كيبدا تقريبا حوالي ساعة إلى ساعتين قبل أذان الفجر، حسب طول الليل وقصره. مرة كيكون الليل قصير كتلقى الفجر كيتودي مع 3:30، مرة أخرى كيعاود يودي مع 6:30، إذا الليل كيطول وكيقصر. فالثلث الأخير من الليل كتقسميه على بعد منتصف الليل، كيكون إما قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين حسب طول وقصر الليل. واللي درك فيه غير ركعتين راه يسمى قام الليل. وننوع في العبادة، كنديروا القيام بالركوع والسجود، نديروا فيه تلاوة القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم يكون السجود الطويل، كيسجد الإنسان وكيبقى يدعي الله تعالى، أو التضرع عموما، يرفع يديه إلى السماء وكيبقى يقول يا رب يا ودود يا رحمن ادعي بما شئت، واعلم بأن كل حاجتك مقضية. أنا كنتعجب من الناس اللي في هذه الدنيا ديما كيتشكاو من الفقر، كيتشكاو من المرض، كيتشكاو من غلبة الحياة، كنتعجب، لأن القاعدة كتقول لا ضراتك أي حاجة ما تشكي بها حتى واحد من المخلوقات، وخا يكون السلطان أمامك قول له الله يبارك في عمر سيدي والله يوفقك الخير، وما تطلب منه. الطلب كيكون فقط من عند من عند مالك الملك، من عند رب العالمين وحده لا شريك له. أحسن طريقة هي أنك كتقوم الليل. أهل الله معروفين في التاريخ، عمرهم ما شكاو بأنهم عندهم أمراض وأسقام وفقر، كتلقى إلا كان عنده الحاجة عارف من أين تؤكل الكتف، ما كيسول لهنا ولهنا، كيمشي ديك الساعة كيتوضأ كيصلي ركعتين بقيام الليل وكيدعي بما شاء وتقضى حاجته. يقال بأن الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه في زمانه جاء عنده واحد الرجل كان جمع الثروة ديالو، باع وشرا وجمع كاع الثروة صرفها دنانير ذهبية، وخيف من قطاع الطرق مشى وضع في شي مكان معين ومشى بالليل وخباها باش حتى المقربين اليه ما يعرفوهاش، حتى مراته وولاده ما يعرفوش، دار على بغته بالسرعه. لكن فيما بعد هو كان عنده شويه ديال النسيان، مرض الزهايمر، راجل كبير، نسى اين وضع سره نقوده، هي فلوس كثيره، دنانير ذهبيه، باع كثير ديال الامتعه وخباها في شي مكان، مابقاش عاقل، بقى يقلب، قال واقيلا درتها في الارض، بدا كيحفر في الارض هذا النخيل، مشى للبيت ديالو كله قلبه ما كاينش، قلب ايام وليالي، جن جنونه، هو عارف بانه وضع في مكان امين لكن ما بقاش عقل، كان الليل وكان زربان. فذهب عند الامام ابو حنيفه النعمان، قال لي: يا امام، انت امام المسلمين وانت رجل فاضل، بغيت نسولك على هذه المساله. وقال لي: كيفاش وقال لي ضاعوا لي الفلوس؟ قال لي: هذه المساله ماشي فقهيه، انا سولني على القضايا الفقهيه. قال لي: ربنا قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت من أهل الذكر وأنا لا أعلم. فالرجل قال أبو حنيفة: والو، قول لي شي حل، أنت رجل علم، لقى لي حل. قال لي: هذا راه مسألة ربما تشوف خبراء في هذا الميدان. قال لي: لأن ما كانت الخبراء، الفقيه هو الخبير،
فاسأل به خبيرا. أبو حنيفة ويقول لي شوف بتلقى فلوسك غدير واحد الحاجة ولكن ديرها بصدق ويقين. قال لي اللي طلبت مني نديرها نديرها. قال لي غتمشي دابا الليلة ملي نعسو مالين الدار أنت غتنوي قيام الليل، لا تنام أبدا إلا بعد أن تقيم الليل كله حتى يؤذن للفجر. قال لي أفعل ولقى فلوسي. قال لي غتلقى الفلوس ديالك. ذاك الرجل المسكين مشى بالنية ديالو وفعلا ملي نعسو مالين الدار قبل منتصف الليل ناض هو لواحد الغرفة ديالو وسد عليه الباب وتوضا وبدا كيصلي وقال لي احرص على الخشوع، احرص على تحصيل الخشوع. وخاض بالوصية ديالو بدا كيصلي قال الله أكبر وكيحصر الخشوع ديالو. واحد اللحظة في الركعة الأولى ويتفكر أين وضع المال، دغيا سرب هذيك الركعتين وسلم ومشى كيجري للمنطقة اللي وضع فيها المال هو يلقاه. الله الحمد لله ربي كرمني، خاض المال ديالو ومشى كمل نعاسو. في الصباح الباكر جاء أبو حنيفة يسأل عنه، طرق عليه الباب قال لي يا فلان هل وجدت مالك؟ قال لي وجدته. الله يجازيك بخير، راه الوصية ديالك نافعة. قال لي متى وجدته؟ قال لي والله في الركعة الأولى يلا قلت تكبيرة الإحرام بديت كنقرا القرآن الكريم ولا تفكرها. فقال لي وهل كملت قيام الليل؟ قال لي لا رجعت نعست ركعتين خفيفتين ورجعت نعست. فضحك أبو حنيفة وقال لي كنت أعلم أن الشيطان لن يدعك تتم ليلتك مع الله، ما يخليكش إبليس أنك تكمل الليلة مع الله تأخذ الأجر والتواب. فقال لي خذ الفلوس ديالك وسير كمل الرقاد اللي عندك، سير رقد ومش أكمل نعاسه. قيام الليل شي حاجة كبيرة ولكن احنا جميعا راه معنا إبليس ما يخليكش، غادي يقول لك حتى من بعد حتى الويكاند دابا الآن وكتضيع الوقت كله إما في الطابلات وإما في الهاتف النقال وإما أمام التلفاز وإما في جماعة فارغة وكتضيع عد الأجر والتواب. خصوصا اللي عنده حاجة، كل من عنده حاجة من الحوائج اللي بغاها ما عليه إلا أنه ما يكتب طلب للعامل ولا للوالي ولا للوزير ولا المؤسسة الفلانية ولا أي كان. أول حاجة غتبدأ بها عندك مشروع اقتصادي بغيتي يربح، عندك تجارة بغيتيها تزدهر، عندك مرض بغيتي يتشافى، عندك ولدك بغيتي يخدم، عندك بنتك بغيتها تزوج، عندك أي غرض من الأغراض، أول حاجة غتقوم بها نسى عليك البشر. وخا يكون أمامك كما قلت الحكومة كله أمامك بين يديك كيقول لك اطلب ما تشاء احنا في خدمتك، قول لهم الله يسهل غنمشي أولا أختلي بنفسي مع ربي وأتوضأ بخشوع واطمئنان وأصلي له، نصلي اليوم وغدا وبعده نبقى غادي ماشي دغيا نعجز، خليك واحد الفترة وبعد ذلك سوف ترى العجب العجاب، سترى بأن الله تعالى إلا كانت حاجتك عند واحد الناس معينين راه الله تعالى غادي يجيبهم حتى لعندك، حتى لعندك يجي ودقوا بابك ويطلبوا المودة ديالك ويقول لك احنا في خدمتك. إلا كنت مريض تشفى بأمر الله تعالى بين عشية وضحاها. إلا عندك ولداتك صالحين ناجحين فالحين اللي بغيتها تقضى حاجتك مقضية بإذن الله الواحد الأحد. فأسأل الله الكريم للا زهراء الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، الله يزيدك من فضله، الله يزيدك من نعيمه، الله يزيدك من خيراته. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين.